الكل يعرف أنه التدخين ضار، ضار على الإنسان العادة وعلى الإمرأة الغير الحامل، وأيضا ضار على الأم الحامل، فممكن تسبب نفس المشاكل اللي تسببها في المرأة أو حتى الرجل، يعني المرأة الغير حامل. لكن أثناء الحمل ممكن التدخين يسبب مشاكل كثيرة معروفة وأثبتت بدراسات علمية منشورة. فيعني من المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجة التدخين إجهاض، يعني يحدث نزيف في بداية الحمل ويحصل إجهاض. ممكن التدخين يسبب أثناء الحمل إنه الكيس حق الجنين ينفتح فتنزل المويات من الأم، وهذا يحصل في مرحلة مبكرة، وإحنا عارفين إذا هذا حصل فهذا يخلي الحمل حرج وممكن تحصل ولادة مبكرة. ممكن بسبب التدخين تحصل ولادة مبكرة، يحصل طلق مبكر وولادة مبكرة. ممكن بسبب التدخين يحصل انفصال في المشيمة أثناء الحمل. إحنا نعرف المشيمة تكون متسقة في جدار الرحم، أحيانا لما بسبب التدخين ممكن يحصل انفصال في المشيمة. انفصال في المشيمة إيش خطورتها؟ ممكن تسبب نزيف، أو ممكن النزيف يكون داخلي، لكن هذا فيها خطورة على حياة الأم وأيضا على حياة الجنين. بالنسبة للتشوهات، يعني كثير من الأمهات يسأل هل ممكن التدخين يسبب تشوهات؟ يعني في دراسات كثيرة، لكن في بعض الدراسات بينت أنه ممكن التدخين يكون له علاقة بسبب بتشوه اللي يسموها الشفة الأرنبية أو الشق الشفوي الشفوي. فهذا يعني من التشوهات اللي ممكن تحصل في الأمهات اللي يدخنوا. كذلك ممكن نوع من أنواع التشوه في البطن اللي هو خروج الأمعاء من جدار البطن، احنا نسميها بالإنجليزي الغاستروسكيسز، برضو بعض الدراسات بينت لها علاقة بالتدخين. ويعني ممكن برضو يعني تشوهات أخرى. ففي أشياء كمان يعني تعني كثيرة، بس أتوقع هذه كفاية. طيب دكتور، هذا لو كان الأم تدخن، لكن لو كانت تتعرض للدخان من الناس اللي حواليها، هل هذا أيضا ممكن يؤدي لكل هذه الأشياء اللي سمعناها؟ في دراسات كمان عن أثر اللي يسموه التدخين السلبي، passive smoking، إن الأم ما تدخن لكن تجالس مدخنين، فهل لها مضار على الحمل؟ نعم لها مضار. احنا طبعا ما ذكرنا من المشاكل المضاعفات اللي ممكن تحصل للأم اللي تدخن، اللي هو صغر حجم الجنين، مشكلة في المشيمة والجنين ما ينمو بشكل طبيعي، فهذا ممكن يحصل مع الأم المدخنة أو الأم اللي تجالس مدخنين في البيت. فهذه من الأسباب. الولادة مبكرة، يعني تقريبا كثير من المشاكل اللي تحصل الأم المدخنة ممكن تحصل للأم اللي تجالس مدخنين وهي غير مدخنة.